شيخنا سؤال أخير، بعض الناس يستدل بما ورد عن السلف في ذم الصحفيين، أي الذين طلبوا العلم من الكتب دون مجالسة العلماء، ويحملون ذلك على زماننا وعلى حال البلدان التي ليس فيها نعم. علماء أصلا يعني، فهل هذا صحيح؟ طيب، أولا أنا كنت كتبت مقالا المعنى الصحيح لمعنى الكلمة الصحفي. صحفي ليس الذي يطلب العلم من الصحف، هذا خطأ شائع، خطأ إنسان صحفي. خطأ إنسان صحفي لا يسأل أهل العلم. كلمة صحفي تعني كثير التصحيح. وآنذاك لما كانت الكتابة غير منقطة وغير مشكلة، كان القراءة من الصحيفة إشكالية، والإنسان قد لا يقرأ بشكل جيد. ولهذا مثلا خلاف ابن عمر الذي قيل أنه كان صحفيا يروي عن صحيفة علي بن الحارث، عفوا الحارث الأعور عن علي، هذا خلاف تتلمذ على أبي هريرة وعلى عدد من الصحابة، فكيف يقال صحفي؟ لكن فالكلمة الصحفي للتصحيح، وأنا جمعت مقالا وأثبت فيه أن كل من قيل فيه صحفي له عدد كبير من الشيوخ، وإنما يريدون بكلمة صحفي أنه يكثر التصحيف. والإكثار من التصحيف آنذاك نعم كان أحد أسبابه عدم القراءة على المتقنين، والأحيان بعض التصحيفات يكون سببها الشيخ نفسه، رأيت؟ وأما اليوم فالله المستعان، كثير منهم هو نفسه ممن يجد. هذا من جهة، من جهة أخرى الأمر لا تعطى فيه قاعدة عامة، نعم فيه خير وكذا، لا شك ما يستغنى عن الأستاذ الموجه والمربي. وطريقة السلف في التعليم ليست طريقة في القوم اليوم التي تشبه طريقة في الجامعات، يأتي يعطي المحاضرة ثم يذهب إلى بيت أهله، بل كانوا كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف كان؟ كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يسأل، يجلس مع الصحابة، يسأل جابرا تزوجت؟ يسأله بالدين الذي عليه، يقضي عنه دينه، يكلمهم في كذا، يجلس معهم، يضيف عندهم، يأكل معهم، يشرب معهم، يخاطبهم، يجلس معهم، يلغز عليهم. أتدرون ما الشجرة التي مثلها كمثل المؤمن؟ هكذا يراقب، يسأل لعلكم تفعلون كذا، نعم نفعل كذا، افعلوا كذا، يربي بفعله وسلوكه و و و العلم الشرعي ليس أمرا كالكيمياء والفيزياء والأحياء وهذه العلوم. يعني إن سلمنا جدلا أنها تسمى علوما، لا أبدا، العلم الشرعي سلوك يتلقى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابة هل مع صاحب الحق كنتم؟ هذا درس الإنصاف، يحتاج اليوم كل معلم أن يعلمه لطلبته. اليوم مثلا مجرد أن يحصل خلاف بين فلان وفلان تجد كل منهم اختص تلاميذه معه رأسا، لكن أين هل مع صاحب الحق كنت؟ الشاهد أنه حتى مثلا أئمة السلف كانوا على هذه الطريقة. الشافعي رحمه الله تكلم الربيع بن سليمان قال له هل تزوجت؟ قال له لما أتى الربيع بن سليمان قال له نعم فقد تزوجت على كذا وكذا. فذهب الشافعي وأعانه بالماء، كانوا يعيشون مع الطلبة ويربونه ويعيشون معه ويقوون حوائجهم و يعني أمور كثيرة، ليس فقط يأتي ويجلس يعطي معلومات ثم يذهب. حتى في عصرنا من برز من علا كان علوه بمثل هذه الأمور أكثر من علوه بالعلم. كثير من أبواب الفقه والعلم المرء يمر تنتهي حياته ولا يراها، مثل القشامة، مثل بعض دقائق الخلع، ها مثل بعض أبواب، مثل باب الحرابة، مثل كذا مثل كذا، يعني يعيش الإنسان ويموت ولا يرى مثالا واقعا لمثل هذا. كثير من كلام الفقهاء في الطلاق، لكن هناك أمور يحتاجها الإنسان كل يوم، كل يوم يراها، ينبغي أن يعلم عليها الطالب ويؤدب عليها الطالب قبل كل شيء. فبعضهم يذهب ويجلس
مجرد جلوسه عند شيخه مجرده مخالف لأدب النية، تجده فقط ليقول عندي شيوخ نفسه صحفيا، ويكتب لنفسه الترجمة التي لا يدع فيها شاردة ولا واردة، وهذا ليس سلوكا سلفيا أبدا. كتابة التراجم للنفس والثناء عليها هذا أمر إنما ظهر من بعض المتأخرين ممن ليسوا على طريقة المرضية، هذا من جهة. وثم تجدهم هم يتضاربون، وكل واحد منهم يصف الآخر بالجهل، وكلهم عندهم تذكيات، وكلهم عندهم شيوخ، وكلهم عندهم كذا. المسألة الثالثة والهامة جدا في سياق الكلام على الصحفي والشيخ، قد روي حديث أذكر كأنه في مسند الإمام أحمد رحمه الله، أنه يأتي أقوام لا يجدون إلا صحفا. هذا كان الباني صحح، كأنه والله وأنا ما أدري إيش الحكم النهائي اللي خلصت له لما بحثت فيه، لا أذكر. يجدون صحفا يقرؤونها، يعني يكون فيها الحق ويكون فيها الخير، فيهتدي بسبب هذه الصحف. هؤلاء الصحفيون مشهود لهم بالنجاح، شهادة نبوية. عندك حديث أثر عبد الله بن مسعود الذي رواه ابن الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن بني إسرائيل اخترعوا عقيدة وصاروا بعض المنطقة وصار يمتحن الناس عليها لكي يضلوا. وكان رجل صالح صاحب قرن أخذوه، كان عنده قرن وضع فيه اعتقاده الصحيح، وضع هذا القرن، هذا اسمه الصحيح بن مسعود، وضع هذا العقيدة وضعها في هذا القرن. فلما قال له تعتقد ما نقول؟ قال أنا أعتقد ما في هذا، وأشار إلى قرنه إشارة لم يفهموها وظنوا أنه يوافقهم. فلما مات صاحب القرن جاء أصحابه فتحوا على القرن فوجدوا هذه العقيدة، فقالوا يبدو أن هذا هو الصواب. هذه وجدوا في النهاية إيش؟ صحيفة. هذه الصحيفة لما وجدوها اعتقدوا ما فيها، فقال عبد الله بن مسعود افترقت بني إسرائيل 72 فرقة، وقال 71 فرقة الناجية منهم أصحاب القرن. رأيت؟ اسمعني؟ نعم نعم فهمت شيخنا، أفهم. هذا هؤلاء نجوا، الأمر ليس شيئا واحدا أبدا يعني، ولا تتخذ هذه الكلمة ذريعة للتنفير من كتب السلف وغيرها، لا أبدا، هذا غلط. ولهذا يعني حتى يعني الخطيب في الجامع لآداب الرأي وأخلاق السامع ذكر آثار عن السلف النهمة بالقراءة وغير ذلك، وذكر قوام السنة الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحج وصية بعض الصوفية المتقدمين الذين كانوا على اعتقاد سليم بالجملة، فأوصى تلاميذه بالنظر في السنة لعبد الله بن أحمد وغيرها. وفي وابن تيمية وابن القيم نقل في جامع العلوم في جامع الجشوة الإسلامية أن ابن تيمية كان دائما ما يوصي بكتابي الدارمي، وقال في الحموية ولم يشترط أن تقرأه على شيخ، وقال في الحموية قال يعني من النظر في هذين الكتابين وفهم ما فيهما فهم حقيقة الخلاف بين أهل السنة والجهمية، يعني رأيت الله يبارك فيك. فهذا خطأ، هذا يعني. ثم هم متناقضون، يعني مثلا محمد الأمين الشنقيطي لم يدرس أصول الفقه على أناس من أهل السنة، محمد خليل هراس لم يدرس العقيدة السلفية على أحد من أهل السنة، تلمذ على كتب التيمية، هو في العقيدة الصحفي عنده شيوخ في باب آخر ما من علاقة، الألباني لم يدرس الحديث على أحد، عنده شيوخ في الفقه الحنفي، عنده شيوخ في اللغة وفي التجويد. ها؟ عبد الرزاق الأثيثي أيضا. ها؟ عبد الرزاق الأثيثي. محمد حامد. وغيرهم، يعني نحن لا أنا هذا من أجل إلزامية. وحتى الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أنا ما أعرف أحد من شيوخه يذكر بالسلفية الواضحة، يعني كانوا يقولون أن محمد حياة السندي في النهاية طلع نقش بندي. هاي حتى ابن تيمية، ابن تيمية يقول أنا كنت على مذهب الآباء والشيوخ في مسألة شد الرحال في مسألة الصفات الفعلية، فمعناته هو تتلمذ على أناس متأثرين منهجه كلابية وبالقبورية الصوفية. راح رأيت الله يبارك فيه، هذا ما هو شيء. الشوكان يكون شيوخ زيدية ومع ذلك يريدون يتعلمون العقيدة أو الفقه أو غيره، هذا عجيب يعني.
والله هذا عجبي، هذا عجب والله. هذا شيخنا كان يراد منه التنفير ممن ليس في جماعة الربيع المدخلي وأمثاله يعني. لا لا هو هذه ليست مختصة بفئة معينة، هم هذه يعني في طريقة. اسمع أخي، هذه في هذه الأيام ظهر تفلت من بعض الناس، فحين توجد ظاهرة غريبة هم لم يروا أن سبب التفلت وسبب الضياع تعظيم المتكلمين وتعظيم الظاهرية، بحيث أنه وجد من يتأثر فيهم. لا، رأوا أن سبب التفلت وسبب الضياع عدم يعني الجلوس عند الشيوخ وغير ذلك وكذا وكذا، فصاروا يحيون بعض هذه النصوص. والواقع أنه سبحان الله حتى مع وجود جلوس عند الشيوخ وجد التأثر بالإخوان والتأثر بالسرورية، والتلاميذ الكبار المشايخ المعاصرين طرائق قددة كما تعرف يعني. نعم. فسبحان الله، فهي هذا يعني ردود افعال، مثل ما يقول بعضهم كذا وكذا. والسبب في كل الضلال بسهوله يعني بكلام يسير، البعد عن اثار الصحابه عن منهج السلف، هذا سبب كل الضلال. بس والا يعني بعض الزلات المعاصرين، بعض الزلات افاضل المعاصرين، كانت بابا لشر عظيم.